حضرتك شايف ازاي نقدر نعالج المشكلة او مش نعالجها عشان كلامنا برضه يبقى واقعي، نحد من انتشارها، من انتشار ظاهرة الزواج العرفي؟ المسؤولية الأولى بتقع على الوالدين في البيت وفي أول 7 سنين من الحياة، مش بقول يعني، لأن القيم والمبادئ بتتكون عند الطفل عند 7 سنوات. فأنا مطلوب إن أنا أرسخ حجم كبير جدا من القيم والمبادئ داخل أولادي، يعرفوا إيه الصح وإيه الخطأ وإيه قيمته هو. لازم أعلي شأن الابن عند نفسه علشان يبقى شعاره أوتزن الحرة، يبقى شعاره أنا الصادق الذي لا يكذب، أنا الرجل الذي لا أتجمل، أنا المرأة التي كده. وبالتالي مجموعة القيم والمبادئ لو كانت الأسرة فرطت في أول 7 سنين، بقول لهم الحقوا وكملوا، دايما اقعدوا وافتحوا حوار. يبقى أول حاجة للوالدين مطلوب قيم ومبادئ اللي عندي 7 سنوات بضخ شديد جدا. أتابع الموضوع، طب بقى عندي مراهق، لابد من فتح باب الحوار. لازم أكلم ابني وبنتي كل شوية، ايه نظرتهم للحياة؟ يا ترى انتم مقبلين على الحياة الزوجية بأي شكل؟ يبقى ده من ناحية الوالدين. من ناحية التربية والتعليم، لازم يبقى المناهج التعليمية بتضمن من الأحاديث والنصوص اللي يعمل لي منظومة من القيم الأخلاقية لمعالجة الأمر. من ناحية الإعلام، لازم هو ينزل لي برامج إعلامية تبين لي مدى الكفاح في الحياة، بذل الجهد، حالة النجاح المطلوبة. يبقى المبدأ الأول الوالدين رقم 1، رقم 2 التعليم ومناهجه، رقم 3 الإعلام.